السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة الكرة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعن جميع المسلمين. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يرفع إيده يعمل لايك للفيديو، ولو ما كنت اشتركت في القناة تشترك في القناة وتواصل معانا كل متابعة كل الأمور في الفيديو إن شاء الله. النهاردة في شوية أخبار هنتكلم عنه، أخبار مهمة جدا. أول خبر هز الدنيا من ساعة واحدة ظهر، بس أول خبر مهم وعمل اهتزاز للدنيا كلها هو موضوع تغيير اللجنة الخماسية اللي بتحتل احتياس اتحاد الكرة حاليا. انا بقول بتحتل ليه؟ لانها جاية بدون اذن المجموعة اللي بتقود حاليا الكرة المصرية، كلهم ضد اندية الكرة. يعني تلاقي مجموعة مع الزملكاوية ضده، كانت وده بتقول ان دايما عمرو الجنايني ضد الزمالك، مع ان الامور غير كده خالص، وان حتى في اعترافاته هو كان بيقول لا انا محب للزمالك وورا الزمالك في كل حاجة، وانا ما بسيبش اي مناسبة فيها الزمالك الا بطلعه منها باسلوب لقانونيته. كان الكلام ده مع خلافه مع مرتضى منصور. بالنسبة للاهلاوية بيقولوا ان اللي احنا شايفينه ان عمرو الجنايني يد واحدة ضد الاهلاوية، ودي كانت واضحة وواضحة في أمور كتيرة جدا. الحكام الجانب اللي بيجيبهم عشان يحكموا ماتشات ما بين الأهلي والزمالك بيبقى واضح تماما إن عمرو الجنايني ضد الأهلي يد واحدة، هو ضد الأهلي، عايز الأهلي يتغلب من الزمالك بأي طريقة. صحيح لازم يبان إن هو عشان رئيس اللجنة الخماسية لازم يبان انه نوعا ما مع الكل او مع الجميع، ولكن كان اللي بيبين للناس وكان كل اللي باين للناس واللي الناس كلها مركزه فيه ان عمرو الجنايني ضد الاثنين او مع الاثنين، او ان هو كرئيس للجنه الخماسيه هو عباره عن انه محايد على التوام. حاليا الاتحاد الدولي بدأ بعت للاتحاد المصري او بعت لمصر قال لهم خلاص اللجنة لحد كده مهمتها انتهت، وهم بعتوا لنا اللي مطلوب منهم اللي هم تغيير اللجنة وازاي نعمل انتخابات وازاي الامور توصل، وبكده خلاص تغيير التغيير للجميع على فكرة، مش يعني مش هنقول هنطلع واحد ونحط واحد، لا ده المجموعة كلها تمشي ويجي مجموعة غيرهم هتقود الاتحاد حتى أول انتخابات قادمة. يعني اللي جاي المجموعة اللي جاية بتقول احنا هنمسك الاتحاد حتى أول انتخابات. أول انتخابات امتى؟ بتقولوا في أول 8، احتمال كبير تبقى اول انتخابات فتبقى في مجلس في اول 8. ده اللي بيتكلموا فيه حاليا في البلاد اللي حوالينا او في الفيفا اللي بتتكلم فيه الفيفا. فان شاء الله تم خلاص تغيير اللجنة الخماسية، اللجنة القديمة مشيت وكل واحد راح لحاله، وبعد كده هتيجي مجموعة جديدة، ونرجو من الله ان المجموعة تكون عندها نوع من انواع العدالة والشفافية وحبا لكل الأندية. احنا مش عارفين الأمور لحد دلوقتي هتوصل لفين، لكن بإذن الله نتمنى ان اللجنة الخماسية تقوم بدورها كامل. لحد دلوقتي بنتمنى ان اللجنة الخماسية اللي خرجت تروح وتيجي لجنة تانية محبة للبلد، محبة للناس كلها، عندها نوع من أنواع الشفافية والحب والنزاهة والتعادل بحيث انها تقوم بدورها الكامل. هتكلم النهاردة
عن المشكلة الأولانية طبعا احنا اتكلمنا عليها بعد كده، مشكلة أشم بونج اللي بيتكلموا عنها بتاعة الزمالك. الراجل كان عليه كل الحكاية، كان عليه 200,000 دولار كان هياخدهم. بيقولوا إن المستشار الكبير القامة القانونية مرتضى منصور تدخل وعمل رد للحكم، وبالتالي وصل الحكم دلوقتي لمليون وتلتمية ألف دولار. يعني تخيل حضراتكم إن بدخول مرتضى منصور موضوع أشب مونج أيام ما كان موجود وترجيعه للدولة زود على النادي الأهلي مليون ومئة ألف دولار زيادة. يعني كان كل الحكاية يكسب هيبعت 200,000 دولار اللي هو بقية مستحقاته، راح اعترض على القرار، قال لك الاتحاد الدولي هيديله كل الحكاية، هيديله أقل من 200,000 دولار، ممكن يديله 100، ممكن يديله 50,000. وصل الموضوع إن حاليا أشمي بونج هياخد مليون وتلتمية ألف دولار. تخيلوا مليون وتلتمية ألف دولار مستحقات أشمي بونج، لعيب ما كملش سنة في الزمالك إن يوصل يبقى ليه عند الزمالك مليون وربعمائة وتلتمية ألف دولار. أمور يجب تتوافق وتتشاف. أنت كنت بتعمل كده ليه؟ هل ده عوز في إيه اللي كنت أنت بتعمله؟ هل ده قلة خبرة منك وأنت بتقول إنك مستشار قانوني، ولا إنك أنت بتغرق الزمالك اكتر عشان طول ما انت موجود تبقى المشاكل دي تحت ايدك انت اللي تبقى مسؤول عنها، وتقول ده اللي جاب لي الموضوع دوت ممدوح عباس؟ لا، ده موضوع يخصك انت اهو، وحصل في عهدك انت، حصل في عهد مرتضى منصور. ابنه حاليا موجود في الامارات، لما تشوف ولما تسمع الاخبار بتاعت الامارات تتجنن. تعرف ان الناس دي ما بيهمهاش الزمالك، الناس دي بيهمهم ان هم يكونوا موجودين في ايديهم في نادي الزمالك. الكلام ان امير بيدور لكل، الكلام دلوقتي ان امير بيدور لمين يشتري فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، الاتنين اللي هم الجناحين او الاتنين المهمين في الزمالك اللي بيعتبروا يعني مع طارق حامد مع محمود علاء مع مصطفى محمد مع كام واحد واحد لاعب كده بيعتبروهم العواميد بتاعت الزمالك. هو بيدور لهم على العروض عشان يمشوا من الزمالك ويستمروا او يبعدوا عن الزمالك، عشان يقول ايه ادينا احنا مشينا، ما هو احنا سيبنا الزمالك. لا، ده دلوقتي اللعيبه المهمه، اللعيبه الاساسيين ساسي واشرف بن شرقي اللي عمالين اتفقوا عليهم، ويقول لك ان دول عايشين وحاسين واحنا قاعدين في الزمالك حاسين ان احنا في بيتنا، احنا بنحب الزمالك عشان بيتنا، احنا بنعمل في الزمالك عشان بيتنا. انت اهو بتقضي عليهم، بتقضي على اهم الاثنين لعيبه في الزمالك، فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، وبتقول لهم مع السلامه. الكلام ده معلومات كتيرة بتأكد الكلام ده، بتأكد إن أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي بيتدور لهم من خلال أمير مرتضى الموجود حاليا في الإمارات مع أحد الأصدقاء بعد ما مشي من مجلس إدارة الزمالك. بعد ما أبوه مشي هو كان المسؤول عن مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يقول دلوقتي إحنا محتاجين إن إحنا نمشي اللعيبة ديت اللي هي كانت الأسلحة النارية اللي موجودة في عهد أبوه، عشان لما يمشوا يتقال إن مين اللي ضيع، اللي مين اللي مشى اللعيبة دي؟ ولاد بعد ما مشي مرتضى منصور خلاص الزمالك اللعيبة اللي عنده اللعيبة المهمة بتسيب النادي وبتتمسك بأندية كبيرة تاني عشان توصل وتكسب فلوس. النهاردة من الحاجات اللي زعلتني طبعا اللي حصل لموتسماني. النهارده اتقال ان موتسماني جات له عينه كورونا. انا عايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه تخص
موضوع كورونا والموضوع دوت انا قلته اكتر من مره. الفتره دي كورونا زادت في الوصول عند الناس قوي. بص يا جماعه، نسبه الموت قلت، يعني في المرحله الاولى كان مع المصابين من كورونا الناس كتيرة قوي كانت بتحصل لها وفاة، كانش لسه الناس اتعامل مع كورونا وما تعرفش ايه العلاجات، وما تعرفش اللي بيموتوا ليه. كان معظم اللي بيموتوا ناس كبار السن، الناس اللي عندهم سكر شديد زي انا عندي سكر شديد جدا، الناس اللي بعد كده بدأت تبان بعض العلاجات اللي ممكن بنوقف فيها الموت بكورونا. طبعا دلوقتي هو في الكلام، انا يعني كنت عايز اعمل الموضوع عن دول، لكن هو الموضوع حساس قوي وحساس يخص البلد، اللي هو موضوع المصل اللي ظهر، وخصوصا المصل الصيني اللي وصل مصر. ناس كتيرة مختلفة عليه، ناس كتيرة بتقول لا ناخده، ناس بتقول لا ما ناخدوش، ناس بتقول لو خدنا اللقاح طيب ايه الاسباب ايه اللي ممكن يسببه. النهارده انا قريت خبر برضو كان غريب جدا، وكان خبر من الاخبار الغريبه، اللي هو الناس بتوع الصين طالبين من شركه فايزر، ما فايزر عمل لقاح زي ما هم عملوا لقاح. النهارده الصينيين طالبين من الصينيين لقاح، فحاجه غريبه. المهم احنا نرجع لموضوعنا الرياضي اللي هو عن موسيماني، وبنقول ربنا يشفيه ويبعد عنه كل شر، وان شاء الله هياخد اسبوع 15 يوم ويروح من عنده فيروس كورونا وينزل ويرجع يبقى زي الفل. هو راجل محترم وراجل محب لمصر، كأنه مصري بالظبط. لو اتكلمنا عن موسيماني، فموسيماني كأنه مصري بالظبط، وبيحب البلد وبيحب الأهلي، وربنا يشفيه ويعافيه. النهارده دي الأخبار اللي أنا بتكلم فيها، وفي أخبار كتيرة مالية الساحة. النهارده في ماتش زي ما حضراتكم عارفين ما بين بيراميدز وما بين الزمالك. نتمنى إن شاء الله النتيجة تطلع بالتعادل، التعادل هيبقى أعظم واجمل للاهلاويه ان شاء الله. واحنا لا تهمنا ان ده يكسب او ده ما يكسبش، احنا الاثنين لا يعنونا في شيء. الفرقتين كل واحد فكره، كل فرقه فيهم واخده اتجاه واحد انها ضد الاهلي. هم مع بعض حبايب بعض، مع ناس تانية حبايب ناس تانية، لكن لما يخش في الاهلي بيبقى ضد الاهلي. فاحنا ما بنحبش الاسلوب ده من الناس، والناس دول احنا ما بنحبهمش، احنا كمصريين ما بنحبهمش، احنا كمصريين محبين للاهلي بنحب اي فريق بيحب النادي الاهلي، بنعشق اي فريق بيحب النادي الاهلي. لكن الفرق اللي ضد الاهلي رايحه جايه دي احنا ما بنحبهاش وما اتمناش انها تبقى موجوده في بلادنا. انا اتمنى ان تكون اخبارنا النهارده عجبت حضراتكم، ويا ريت اللي اول مره يشوف القناه يا ريت تشترك معانا في القناة وتعمل لايك للفيديو ده، ودعواتك ليا اكتر بالشفاء عشان ارجع احسن من الاول وتابع حضراتكم بالاخبار. اتمنى ان القناة تعجبكم، واتمنى ان محتوى القناة يكون معجب ليكم. ولو ما كنتش يا جماعة، الناس اللي عاملة اشتراك في القناة، رجاء الناس اللي عاملة اشتراك في القناة ارجع اعمل تفعيل للجرس عشان يوصلك اشعارات ان القناة بتعمل محتوى. اشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم دايما في كل خير وسعادة. اشكركم واتمنى ان اشوفكم دايما في خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.